ولنكون أقرب إلى المشهد العام في محافظة البصرة ينضم إلينا من هناك الزميل علي عدنان. بداية مرحبا بك، يعني ضعنا في صورة الأوضاع الأمنية في المحافظة ومستجدات زيارة الغانمي إلى البصرة وعلى ماذا ستركز، تفضل علي. تحية لك حسن وكل المتابعين. اليوم وفد أمني رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية يصل البصرة للوقوف على الأحداث الأمنية الأخيرة، وأيضا عقد وزير الداخلية عثمان الغانمي فور وصوله البصرة في مقر الفرقة 14 للجيش العراقي يعني لقاء بكل القادة الأمنيين، ورافق الوزير رئيس جهاز أسدي وقائد الشرطة ومدير النزوة ومديرية المرور وبقية ضباط الأجهزة الأمنية. تأتي هذه الزيارة على خلفية التطورات الأمنية المتلاحقة التي سجلتها محافظة البصرة من عمليات اغتيال الناشطين، بالإضافة لعقدت اللجنة الأمنية يعني بحضور القيادات اليوم اللقاء مع كل القيادات الموجودة، وأيضا خرجت هذه يعني الخلية بقرارات مهمة، منها ركزت على منع تجوال السيارات المضللة والتي لا تحمل لوحات مرورية، بالإضافة لتناول ملف النزاعات العشائرية والسلاح المنفلت، بالإضافة إلى تعزيز ملف المنافذ الحدودية وتوحيد الجهد الاستخباراتي ونشر القطعات الأمنية في التقاطعات. وبنفس العميد عادل فياض القيادات الأمنية المتمثل الشرطة ونشرها في شوارع المحافظة لتنفيذ قرارات وزارة الداخلية المتخذة هذا اليوم، ومنها قرار منع حركة العجلات ذات الزجاج المضلل وكذلك التي لا تحمل لوحات التسجيل وحركة العجلات الحكومية غير المخولة، وسينفذ يعني هذا القرار من اليوم بصرامة عالية ودون تهاون. وأيضا طالبت الحكومة المحلية أيضا قال أنها لا تتجرع على اتخاذ القرارات بإلقاء القبض على القتلة المتنفذين للجرائم والتي شهدتها أكيد محافظة البصرة خلال هذا الشهر. نعم الزميل علي عدنان من البصرة كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.